plusieurs fois on avait organisé ou tenté d'organiser ce un match contre l'Égypte. نعم سنقوم بمباراة كبيرة ستكون مواجهة قوية مع المنتخب المصري. أود أن أذكر شيئا أنه دائما كنت أسعى لمواجهة المنتخب المصري. نحن كمنتخب الجزائر خضنا عدة مباريات مع التوب 10 في أفريقيا، لكن المنتخب المصري كنا نرحب دائما بمواجهته لأنه منتخب عتيد، منتخب قوي، حتى إن مر بفترات فراغ لكن يبقى دائما المنتخب القوي، المنتخب الأكثر حصول على الألقاب. حتى في المباريات الأخيرة يعني في مباراة ودية مع تونس كان منقوصا قادر للهزيمة لكن يبقى منتخب قوي. تصفية كأس العالم خرج في اللحظات الأخيرة يعني بركلات الترجيح، نفس الشيء في نهائي كأس أفريقيا للأمم، هو منتخب كبير. لذلك المواجهة ستكون قوية يوم غد أمام منتخب الجزائر. المنتخب المصري دائما نريد أن نلعب معه لأنه هذه المواجهات خلينا يعني نقف على حقيقة إمكانياتنا. أنا الفلسفة اللي عندي في كرة القدم هي دائما الروح الرياضية. إلى أنا عارف على التاريخ بين الفريقين. آخر مرة لعبناها كانت في 2010 أومدرمان. هذه تاريخ و البلدان يبقاو بلدان خاوة، وكرة القدم هي الرياضة، ماشي حرب. أكيد فيها حماس، أكيد هي كلاسيكو تاع أفريقيا، الشمال أفريقيا. هذه ما في با كونتراديكسيون، ما في نقاش بين هذا الشيء. أكيد بكرة نكون إن شاء الله في كنا الحماس في الملعب. حنايا ولا مصر نعرفهم، هما حتى هما عندهم هذا الروح، وعند الروح القتال. اكيد احنا ايضا ان شاء الله ما في ولا مشكله على هذه الروح الرياضيه. دائما انا نحب الروح الرياضيه، ولكن هما يحبوا يفوزوا وحنا نحبوا نفوزوا، وان شاء الله من بعد المباراة كل شيء اوكي. لا اخفيك سرا عزيزي المشاهد، اللي بيحصل دلوقتي ما بين مصر والجزائر فيما يتعلق بكرة القدم، وهذه العلاقة التي لوثت في مرحلة ماضية قديمة بفعل فاعل انتهت وللأبد. وفي عرف علاقات الشعوب اللي بيبقى المحبة الحقيقية مش مجرد تدخلات بتبان ان هي كانت واضحه فيما يتعلق بالمرحله الفائته او الماضيه. اللي عجبني شوف احنا محبتنا اصلا للشعب الجزائري عامله ازاي، شوف احنا محبتنا للكره الجزائريه، شوف احنا دعمنا للمنتخب الجزائري عامل ازاي، شوف انت حب الناس في الجزائر لينا عامل ازاي، شوف كلام اخواتنا في الجزائر عندنا عامل ازاي، شوف كلام المديرين الفنيين عامل ازاي، شوف كلام الكابتن جمال بالماضي. الكابتن جمال بالماضي لم ينطق إلا وتحدث بحوار في منتهى العقلانية والذوق والأدب، كل حاجة حلوة وروح رياضية. أنا زي ما كنت بتكلم معك من كام يوم، أنا عايز أشوف منتخب مصر ده منتخب الجزائر. بسبب في تصحيح بس، سيد جمال بالماضي مش آخر مواجهة كانت ما بيننا هي مواجهة السودان، احنا منتخب مصر واجه المنتخب الجزائري فيما بعد في بطولة الأمم الإفريقية بعدها برضو كانت في سنة 2010، فبالمناسبة هي دي آخر مواجهة وليست مواجهة أومدرمان. على كل ذلك يبقى لدى الواحد شعور عظيم تجاه هذه المواجهة، وإن كانت ودية ولكن جمال الموضوع هو جاي من مش بس من جمال بالماضي، جاي من أنه الناس خلاص اتغير عندها الفكرة، فالكبار بقوا فاهمين ده، والشباب اللي طالعين سواء في مصر أو في الجزائر بقوا فاهمين ده كويس. فاحنا أنا شايف تعليقات الناس في الجزائر يقول لك مواجهة يربح اللي يربح، يربح منتخب مصر يربح منتخب الجزائر، خاوة خاوة أخوات في الأول وفي الآخر. فأنا مبسوط الحاجات دي كلها، مبسوط إن احنا هو ده الشكل الطبيعي يا جماعة والله للكورة. كرة بتجمع الناس وتقربها، يعني هم قريبين يقربوا اكتر من بعض. نتنافس حلو، بس هي في الاول وفي الاخر ايه؟ منافسه حلوه، نفس دمها خفيف، نفس شريفه.
لكنها ما ينفعش تخرج، ما ينفعش تخرج. ذكائنا هو تعامل الشعوب واعلام الشعوب فيما يتعلق بمثل هكذا مباريات. فشوف كلام الحلو لازم ترد عليه بكلام احلى.